على فين حضرتك؟ على فين ايه؟ انت مش عارف حماده بيه عزه ابن عم كمال بيه مدير الشركه؟ انا اسف يا فندم. فاضل حماده بيه، فاضل فندم. هو الحاج خليل موجود؟ لا، ده الحاج خليل في المستشفى في العنايه المركزه. طب كويس فندم؟ يعني كويس انه دخل العنايه المركزه، العنايه المركزه دلوقتي بقت متطوره جدا، ربنا يشفيه. استنى بقى اما اطلب كمال، ده انت امك ده عيالك ابن حلال مصفي، هتقدر تقابل اناس في اوضه رئيس مجلس الاداره؟ الحاج خليل مش موجود، اظن مفيش بقى رسمه اكتر من كده. ايوه كيمو. ازاي بس؟ ده تهريج، ما يصحش كده. يا عم الراجل في المستشفى دلوقتي ومش ممكن يعني. انتوا اتجننتوا. معلش يا كيمو عشان خاطري. هم 5 دقايق وهنمشي على طول. اصل انت مش فاهم، انا فرطه كبيره قوي مش هيحلها غير اللي احنا بنعمله ده. علاء هيفهمك على كل حاجه. طيب طيب خلاص انا هتصرف. بعد اذنك ثانيه واحده يا مدام ايناس، انت ما شربتيش حاجه لسه، تشربي ايه؟ اسمعوا، انا مش فايق للعب العيال بتاعكم ده، 5 دقايق وتسيبوا الشركه. ميرسي يا كيمو. شكلك قلقان ها؟ هو مين ده يا ابني القلقان؟ ده انا حماده الجامد قوي. يا اخي اذا كنت انا مش قادر اتمالك اعصابي. انا مش عارف انت جبت البرود ده منين؟ اصلك يا علاء بيه ما اشتغلتش في لعب الاطفال. اللي بيشتغل في لعب الاطفال يا علاء عمره ما يفقد اعصابه. انا ساعات تبقى معايا لعبه قد كده عايز اركبها. فيها مسمار لا يرى بالعين المجرده قد كده. اخليني وراه. اقعد الف فيه والوص فيه والوص فيه، ياخد مني 2 3 ساعات ما بزهقش، بالعكس ببقى مستمتع. ليه؟ عشان عارف ان في الاخر هوصل زي ما انا مستمتع باللعبه دي. وايه اللي خلاك متاكد قوي من نتيجه اللعبه دي؟ عشان تتاكد ان انا متاكد قوي اتفضل عليه فيزيت فرنسا، اتفضل 5000 يورو اهو بقبضك قبل ما يرجع لي المحل. يا حمادة يا جامد، ده ايه الثقة دي كلها؟ يلا يا ابني نعلمكم وناكل من بيوتنا. شوف الحكاية مش هبل، بما ان ايناس جت هنا برجليها يبقى خلاص شبكت في المصيرة، تبقى خلصت.